ألمانيا تسجل أرقاماً قياسية بكورونا، وإيطاليا تتجه للإغلاق العام. عشيرة المافيا تربك ألمانيا بسبب كورونا. توم كروز يهدد بطرد فريق عمله. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من قناة العربية، أهلا بكم. فيما بدأت بريطانيا وأمريكا وكندا حملات واسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا، سجلت ألمانيا أرقاماً قياسية بعدد الإصابات والوفيات، ما دفع السلطات إلى إغلاق البلاد حتى 10 يناير المقبل في محاولة للسيطرة على الوباء. وفي إيطاليا تدرس الحكومة إعادة العزل العام وتشديد القيود خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بعد تسجيل أكثر من 800 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد. بعدما اشتبهت بتورطهما في سرقة مجوهرات قيمتها ملايين الدولارات، اعتقلت الشرطة الألمانية شقيقين لبنانيين ينتميان إلى ما وصفت السلطات الألمانية عشيرة إجرامية. نفذت الشهر الماضي أكبر عملية سطو بتاريخ ألمانيا الحديث. الشقيقان وأفراد من العائلة متهمون بسرقة 100 جوهرة ثمينة يعود تاريخها إلى القرن 18 من متحف داخل القصر الملكي، إضافة إلى ماسة نادرة وسيف مرصع بأكثر من 800 ماسة. بسبب فيروس كورونا هدد الممثل الشهير توم كروز طاقم تصوير فيلمه الجديد في العاصمة البريطانية لندن بطرد كل من يتجنب اتباع الإرشادات الاحترازية الهادفة لمنع انتشار الوباء. وفي تسجيل صوتي مسرب نشرته صحيفة ذا سان البريطانية، خاطب الممثل الأمريكي فريق عمله بطريقة غاضبة جدا، ملوحا بطردهم في حال عدم اتباع قوانين التباعد التي تتيح إنتاج الأفلام رغم تفشي فيروس كورونا. بحثاً عن حياة خارج كوكب الأرض، افتتحت الصين أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم، يبلغ قطره نحو 500 متر، ما يعادل مساحة 30 ملعب كرة قدم. تلسكوب العملاق فاست الذي يعمل بشكل أساسي لالتقاط الإشارات اللاسلكية الصادرة من الأجرام السماوية، بات الوسيلة الوحيدة لعلماء الفلك لاستخدامه في أبحاث الفضاء بعد تحطم التلسكوب الأمريكي أريسبو بعد 57 عاماً من الخدمة.